اليوم كنعيشوا واحد الحدث كبير على ما اعتقد حدث كبير اللي كيعيشوا الشعب المغربي، والفرحه كبيره باثر تاهيل المغرب لتنظيم كاس افريقيا للامم. فهذا الحدث ما جاش من فراغ، جاء على واحد العمل جبار اللي قاموا به الجامعه الملكيه وعلى راسها السيد فوزي القزع، لان كنشكروه من هذا المنبر على كل ما قام به وتلميع المغرب بصوره جميله. وهذا الحدث جاء على ان المغرب مقبل لتهيئ ملاعب جديده في المستوى الكبير اللي غادي يعرفوا المغرب، وهذا بروفا للمغرب لترشيحه لكأس العالم 2030. اليوم شهدت إفريقيا والعالم كله على أن المغرب هو البلد الذي يكون حوله الإجماع عندما تكون هناك تظاهرات كبرى في المجال الرياضي. اليوم تابعنا كيف أنه في مصر تم الإجماع على أن ينظم المغرب كأس إفريقيا 2025. لم يكن هذا محاباة ولا يأتي من فراغ، لأن المغرب أعد ملفه بملاعبه، ببنياته التحتية، بمنشآته التي ستكون أيضا، والكل يثق في أن المغرب عندما يعد يفي بوعوده. المغرب أظهر اليوم بأنه سيشرف إفريقيا، لأن التنظيم سيكون محكما وسيكون رائعا. المغرب أظهر بأنه دائما يعرف كيف ينجح في كل الرهانات، ولا ينجح كما قلت مسبقا بالكلام ولكن بالفعل. هناك أيضا دليل على أن المغرب هو بلد الإنجازات، وأنه بلد تحدي، هو أن كل من إسبانيا والبرتغال عمل يديهما في يد المغرب لتنظيم كأس العالم، وهذا لم يأتي من فراغ، لأنه عندما تثق في بلد إفريقي بهذا الشكل فإن هذا البلد سيكون قويا، ولن يكون هناك إلا البلد الذي نحبه الذي هو المغرب. بطبيعة الحال المغرب حاضر بتنظيم هذه النسخة، نسخة 2025 لبطولة العام إفريقيا لكرة القدم. طبيعة الحال أن المغرب لم يفز بهذه النسخة بتنظيمها، ولكن فاز بها لأنه يستحق عن جدارة واستحقاق، لأنه يمتاز ببنية له شهرة عالمية، سواء على مستوى اللعبة أو على مستوى التجهيزات أو البنيات التحتية، من طرق، من سياحة، من فنادق، من تنظيم، ومن شراكات اللي هي كتجعل هذه الكرة تتقدم في إفريقيا. أيضا أن المغرب حاول بطبيعة الحال مع الجامعات الإفريقية لتنظيم هذه اللعبة التي أصبحت متقدمة جدا، ويشهد لها العالم يشهد للكرة الإفريقية والرياضيين الكرويين خاصة في مجال كرة القدم وفي مجالات أخرى رياضية بتقدمهم وفنيتهم وتقنيتهم. إذن المغرب هو جدير بهذا الاستحقاق وهو يستحق، وبالتالي ما نتمنى للجميع النجاح، وخاصة على رأس هذه الجامعة وجامعة كرة القدم والمغاربة الرياضيين وأول الرياضيين جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، ونتمنى للجميع التوفيق.